الطريق محتاج أخلاق نمشي فيه بكل أداب، لا نرزل فيه بأي عبارة ولا بالمفهوم ده حتى إشارة، ولا يخرج منا الصوت العالي زي حمير بتصيح وتنادي، ونكون أغبياء بدون إحساس ولا نرمي فيه أي زبالة، ويكون الوعي عندنا ياما. الزبالة ليها مكانها ترميها فيه بكل عبالها، حتى طريقنا يكون ده حكاية لشعب حضاري قوي ورزين، النظافة عنده إحساس عنوان عظيم لأجمل ناس، وبتبعد عنه أي تلوث ويشوف بنظره أجمل منظر. محتاج منا يا ناس ألبوم، إحنا بحاجة بجد يا ناس، طريقنا يكون في أهم حفاظ، والكل فينا في هذا يشارك، مش دوس وامشي كده وخلاص، والمشاركة لها أحوالها، مش كله هيمشي يكنس شارع، مدام فيه يا ناس عمال عملها ده وبشكل أساسي وبياخدوا راتبهم مني ومنك، يبقى توجه إدارة حي فين نظافة هذا الحي، واشكو بقوة لأكبر منهم يجي ويشوف وضع الحي والعمال فين في الحي. عايزين الوعي يبقى طريقنا، والزبالة ما تكون تاني في حارتنا، هتكون عنوان لأهل الحي بنظافة ترضي رايح جاي.